حياكم الله مشاهدينا. هناك العديد من الأمراض التي قد تصيب جسد الإنسان، قد نجهل أن مرضها قد يعود إلى سبب واحد أو أسباب متشابهة. أكيد عبد المحسن، الأوعية الدموية واحدة من هذه الأسباب التي قد تتسبب العديد من الأعراض والتي نتعرف عليها اليوم مع ضيفنا البروفيسور الدكتور فارس أبو فخر الدين، أخصائي جراحة الأوعية الدموية والقدم السكرية. لكن بعد هذا التقرير راح يكون هذا اللقاء الجميل. أمراض الأوعية الدموية غالباً ما ترتبط بانخفاض تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي تكون لها أعراض كثيرة حسب نوع الالتهاب، ولكن مع ذلك توجد علامات عامة وأعراض مشتركة بين معظم أنواع التهاب الأوعية الدموية. وتتكون الأوعية الدموية من شبكة من الأنابيب الممتدة في كامل الجسد تقوم بنقل الدم من وإلى القلب. وتنقسم الأوعية الدموية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. وحدوث أي مشكلة في أي جزء من هذه الشبكة يؤدي إلى خلل في أداء الأعضاء لوظيفتها، وتؤثر بشكل مباشر على عضو أو أكثر في الجسد. رجع لي طفولتي هذا الدكتور، يعني جملة معبرة كثير، جملة معبرة، وعطتنا انشراح عن هذا اللقاء إن شاء الله. حياك الله معنا دكتور. أهلا وسهلا فيكم دكتور. ما هي الأوعية الدموية؟ كيف يمكن تحديد أن المرض قد يكون بسببها؟ أول شيء خليني أرحب بالكويت، هالبلد الكريم. صار لي 10 سنين عندكم أنا، زائر وبيجي كل شهر، وما شفت منكم إلا كل خير. الله يديمكم ويديم هالبلد الطيب وسمو الأمير. الأوعية الدموية هي الدورة الدموية، مؤلفة من نوعين أوعية دموية: الشريان يلي بيشيل الدم من القلب وبيوزعه على الجسم، والوريد يلي بيرجع الدم على القلب، يعني يرجع الوريد بيتجمعه وبيفوتوا على قلب اليمين وبيطلعوا منه عريه بياخذوا اكسجين على قلب الشمال تيتم ضخهم. منشان هيك هن اسمهم كلهم اوعيه دمويه بس عكس بعضهم، والدليل امراضهم عكس بعضهم. يعني الامراض اللي بتجي للشرايين بتضايقوا للشريان ما بيعود يوصل اكسجين، صح. الامراض اللي بتجي للاورده فقط توسعها، يعني علاجهم عكس بعضهم. سبحان الله. يعني مرات بنسمع انه واحد حط دعامه بقلبه او الدعامه بالشريان بتكون داخليه، صح، بنص الشريان لما نحط هاي الدعامه، واكيد بدنا نعطي من وراها مسيل للدم لحتى الدعامه الوريديه عكسها بتكون من برا تنضيقه. سبحان الله، فعلا يعني قدره الله. تسميه وحده، أما علاجهم كلهم عكس بعضهم. وهي من الأمراض الشائعة جدا، وفعلا هي من الأمراض يلي لازم ننتبه لها كتير، لأنه أمراض خطرة. صحيح. وبالوقاية الطب الحديث حاليا هو وقاية طبعا، يعني التوعية الصحية أنه لازم نوعي مرضانا وأهلنا أنه شغلة بسيطة. صحيح. يعني إذا بدي أخذ مثلا مرضى السكر واللي هن بعالمنا العربي كتار، صحيح، فعلا نسبة كبيرة، إيه، يعني هي التوعية، وخاصة مرض السكر مرض صامت، هاي مشكلته. يعني أول 5-6 سنين مرات المريض ما بياخد دواء، بيقول لك ما حاسس بشي. طب لازم نفهمه، إذا مش حاسس بشي وياكل بالأعضاء داخليا أكيد ومؤذي، يعني بيأذي الأعصاب، بيأذي النظر، وأكتر شي خطرة بس يأذي الكلى والشرايين، بيوصل للبتر. صحيح. والكلى، عيارة راحة الكلى. منشان هيك العلاج الحديث حاليا لمرضى السكر إنه هن ينتبهوا لحالهم، نعلمهم، صحيح، انه اذا بياخذ دواء على الترم لو معه سكر بيعيش حياته كانه معه شيء، وخاصه الانسولين الحديث بدا يكون في عنده الفحص الدوري اللي يكتشف أكيد من خلاله. اكيد الفحص الدوري، لانه الانسولين الحديث هو من جسم الانسان. سابقا كان من جسم الحيوان، بس نبلش انسولين خلاص الى الابد. هلا لا، فينا نعطي انسولين 5 سنين ونوقفه، وبس المريض يكون عم ياخذ وعم يراقب
بالفحص التجسسي. صحيح. كل ما هو تحت السبعة عند مرضى السكر ما عندنا مشكلة، بيعيش حياته ممتاز. طبيعي. والمراقبة لحتى ما نخلي هالمرض يعني إذا امتد للشرايين بعد. صحيح. 15 سنة من السكر الأعصاب بصير عندنا اعتلال عصبي. الاعتلال العصبي مش خطر بس مزعج للمريض. خلاص بس الشرايين مأزية. يعني دكتور كلامك مدام دكتور فارس، الأوعية الدموية أكيد لها أمراض سواء تختص ما في القلب مثل ما قلت حضرتك، تضييق الشريان أو توسعة الوريد، وأيضا خلينا نتطرق لأمراض أخرى ممكن تتسبب فيها الأوعية الدموية وتكون مثلا خطرة على المريض نفسه. ما بدك يعني تصلب الشرايين. أيه. يعني عاده بس نخلق نحن جسم طبيعي. أيه. اوكي، مع الوقت تصلب الشرايين بيجي للشريان. صح. وتوسع الاورده بيجي. هل طيب التبعات بعد ما التبعات يعني. أيه. اذا بدنا نحكي عن الدوالي تعقيدات الخطره، مثلا الدوالي ممكن تعمل جلطات. تعمل جلطه وجلطه الدوالي على طول، يعني الدوالي تاتي بعد ما يكون هناك عله خلينا نقول بالوريد او بالشريان. اكيد. العلة على طول بالصمام. في الصمام الضامن لرجعة الدم، لأنه بس يوصل الدم شو بده يرجعه من أسفل إلى أعلى. صح. صحيح. ما في قوة ترجعه، بده صمامات. في الصمام الضامن وخاصة دوالي بتكون بالأوردة السطحية بالساقين. صحيح. بتكون فقط بالساقين. في صمام ضامن بيضمن لنا رجعة الدم على القلب بس يتوسع. هذه تعلق عليها هذه الأوردة والشرايين. إيه؟ يعني هذا الزرق هذا الرجعة فعلا. وبتشوفوا أوكي هذه أوردة سطحية. أوكي جانبية، هذه بتدل أنه نحن بمرحلة صرنا الأولى والثانية. هون التدخل العلاجي هو وقائي. يعني بس نرمم الصمام الضامن في أعلى الفخذ، وعمليته حاليا هي مش عملية، هي لمسة جراحية، بنج موضعي بتاخد الساعة والمريض بفل عبيته بعد ساعة بالضبط. لأنه كمان هذا الوريد الطويل. هذا الوريد الضامن، هذا اللي منحطه بالقلب. نسمع أنه واحد عمل open heart، قلب مفتوح. قلب مفتوح، يعني هذا حاليا الوريد ممنوع تدميره. بالأول كان علاج الدوالي تدميري، نشيله ونزته خلص. أو نفوت فيه الليزر. ومرات كتير أهلنا المرضى بيقولوا لي دكتور الليزر مرات فينا نستعمله، بس الليزر مدمر. شو هو الليزر؟ الليزر هو تكثيف للضوء، تصير حرارته 700 درجة. يعني حاليا عم نطلع يعني من العلاج بدمره للوريد ومتركه جوا. لا، العلاج الحديث هو ترميم الصمام. حلو. ونتركه لحتى ليه بس نرممه وبيرجع جديد. يعني مثلا إذا أجانا شخص عمره 50 سنة وعندنا مشكل بالدوالي، أوكي، اللي هي فقط عطول ما في سبب ولا سبب للدوالي إلا توسع الصمام. إذا تم ترميمه ورجعناه بتدعيم خارجي، أوكي، والتدعيم الخارجي من مادة اللافسان صديق جسم الإنسان ما بدأ مسيل. صح. وخاصة أنه من برا بيجي. صح. أوكي، نص ساعة بيرجع ما إشبه شيء وتوقف ونقطع العلاقة، لأنه مرات الأمراض الدوالي هي وراثية. صح. نقطع العلاقة الوراثية دغري. الحمد لله. طيب السكر دكتور، هو للأمانة يعني قاعد أتكلم عنه قبل شوي أنه أكثر انتشارا عندنا في مجتمعاتنا، ومن أهم مضاعفات هذا المرض القدم السكري. ما هي السكر. طرق الوقاية واتقاء شر هذا المرض؟ أحسنت. هيدا يعني سؤالك بحبه كتير، وكل ما أطلع على التلفزيونات بحب أنقل هالرسالة. لا، ما هو أهلنا. صحيح. هو أهلنا. صحيح. الوقاية، هذه الصورة دكتور. أوكي. مع أيه. عليك هذا مثلا هذا تقرح. وهودي عادة يعني هون بعنا تقرح، هذا إذا أهمل هنوصل للبتر. مثلا هذا حتى هذا الأصبع ممكن نخسره. أوكي، وعلاجه الحالي. العلاج الحديث تقدم الطب بشكل يعني العلاج الحديث أولا بدنا أنه المريض يجي on time على الترم ما يتأخر. وهون شو بلاحظ مرات انه بيطلعوا بإجرهم بسيطه بكره بتصح، ما في شيء بصح. يعني قدم السكر مثل قدم الانسان العادي بس ما فيها دفاع، ما في دفاع. مرات بيجوني بيوصلوا للبتر من ورا عم بيظبطوا ضفر إجرهم، بقول لهم اذا بدنا نقص ضفير اصابع القدمين ممنوع المريض، لانه هو مرات ما بيقشعهم مع عيونه كمان عنده ريتينوباثي، ما بيقشع منيح، لازم حدا يقص له اياهم بالبيت. ومش عشوائيا، ببلها بالمي لحتى تطرى. اوكي، وبينقصوا جالسين بس، مش ضروره نعمل
هلا ويراجع الطبيب فورا كل مريض سكر. إذن بس عشان هذه النصيحة جدا مهمة، مريض السكر، من هو مريض بالسكر لا يقص أظافر قدمه بنفسه أيا كان سنه، أبداً. يكون بمعاوية، يعني إذا كان مثلا طفل أكيد. الأم والأب أكيد يعني الأم وبيه اللي عنده بالبيت بيساعده لأنه هو ما بيقشعون. صحيح. أوكي، عدا عن هيك أنه مفروض يعني بدأ انتباه الأجر، يعني ممنوع مريض السكر يمشي حافي قطعا ممنوع حتى ببيته. ليه؟ هذا بيت ممكن يستضيف ممكن, ممكن تنكسر كباية وتطير إزازة 5 أمتار. صح. بيجي بيدعس عليها بتفوت، ومريض السكر ما بيحس، في عنده الاعتلال العصبي. إذا بتحطي جمرة وتلجة على قدم مريض السكر ما بيميزهم أبدا. مريض السكر وهو ماشي بيفلت حذائه منه، ما بيعرف، بيدعس على شيء. بالأيام هلأ الباردة أخطر شيء بشوفه هون إنه بحس جاي باردين، بيقربهم للتدفئة، بيقربهم للنار، والله بيجوا محروقين توتالي، ما يعرف إنه ما بحس، وبيحترقوا عيار احترقت ما إجا مريض السكر. عدا عن هيك العلاج الحديث كمان إنه مريض السكر بدنا نحافظ له على الكلى، ممنوع نعطيه إدوية عشوائية. صح. مثلا حاليا في العلاج بالسي أو 2 ثيرابي، جبته معي إن شاء الله أكون طيب، هذا بحد ذاته بالأول كنا نجيب المريض لحتى نحطه على أجهزة الأكسجين وكذا، هيدي هلأ شركة يابانية تنتجه رائعة. هيدا بس بينحط بالماء 7 لتر ماء دافية، ما إله ولا سايد أفكت، ما بيضر شيء، وبكل مراحل قدم السكر بيفيد. طيب ما تفضل كمل دكتور. بساطته أنه في سوي بالبيت المريض، لأنه مريض السكر المتقدم بالعمر في صعوبة كتير نجيبه على المستشفى. صح. في صعوبة لأن يبقى عنده أمراض تانية، يعني مرات يبقى عنده جلطة بالدماغ، صح، شلل نصفي، نقله كتير صعب. ومريض السكر كنت لاحظ بس ندخلهم على المستشفيات بسوء وضعه، معود ينام ببيته، معود يوعى يشوف شيء، صح، بالمستشفى بيوعى بس عنده حالة نفسية. منشان هيك العلاج الحديث رائع وسهل. وأهم شيء أنه مريض السكر ما نعطيه إدوية على الماشي، بدنا نحافظ على الكلى. يعني أكثر ناس منواجه معهم مشاكل وبيعذبونا اللي قبل ما توقف الكلوة ويبلش غسيل ما فينا نعطيه حبة دواء، بدنا ننتبه توقف الكلوة. وعيار وقف الكلوة غسيل 3 مرات بالأسبوع، هذه أزمة أخرى تصيب المريض. يعني الله يحفظ الكل والجميع يا رب العالمين. دكتور فارس، يمكن العمر ساعات يتدخل مثل ما قلت، أنه ممكن تتضاعف عليها الأمراض. صحيح. تتضاعف أمراض الأوعية الدموية وغيرها، لكن مساحة جيت لنا تحت الهواء عن قصة الدوالي. أنا برجع معك للدوالي المنتشرة حاليا، أنها ما تعرف عمر معين، يعني يتلك مريضة 10 سنين عمرها مصابة بالدوالي. لأنه وحتى أثناء اختصاصنا كان في أخذنا فترة تمرين قوية وقتها الدوالي عند الأطفال. هودي بيجوا خلقة، هذه وراثة أو وراثة وخلقة، بس بتجي كتير صعبة لأنه أصلاً الدوالي بتوصل للتقرح كمان. بالمرحلة السادسة، هي 6 مراحل، المرحلة السادسة مرحلة يعني التقرح مثل قدم السكر. إيه صعب كتير وفي صعوبة إنه يختم التقرح إلا إذا عالجنا السبب، وحالياً بعلاج الدوالي لازم نعالج السبب مش النتيجة. يعني مرات بتجينا حالة مثل هودي اللي مرقوا هلا الحالات، إنه هون جانبي، صح، فينا نعمل لهم حقن بسيط كتير بس. والحقن ما بده بانج ولا شيء، وخمس دقايق وبفل على البيت. طيب دكتور، السبب الرئيسي يرجع لوجود الدوالي، قلنا وراثة، صمام، انزين، عطل بالصمام. صمام، يعني إذا في بلا بالصمام وشفنا خلص الدوالي، يعني لازم نشيك على القلب. أكيد، يعني بس بمجرد ما نشوف دوالي معناته الصمام الضامن توسع، وعندي صور اكيد له، وبس نعمل السونار بيبين. دكتور اشاراتك من كلامك متى يبلش اشوف العرق طالع الاحمر الاخضر بالمرحله؟ اول شيء في المرحله الصفر، مرحله مرضيه الصفر، مرحله مرضيه الصفر، يعني الانسان بيشكي من تعب، انزعاج، بس يوقف بيتوتر. وعاده اغلب مرضى الدوالي بصيروا ينسوا. ليه؟ الدم بصير يهدى بالرجول، ما بيعود يرجع الدماغ، بيعمل دقة قلب سريعة. كل اللي عندهم دوالي عندهم دقة قلب سريعة. ليه؟ لأنه القلب بضيع الدمات، بضيعهم، ما هم نزلوا على رجول وما رجعوا، بصير يضرب بسرعة القلب. صح. وكل مرضى الدوالي بيعصبوا بعض الظهر نرفوزين، يعني بيوعوا عم يضحكوا بعض الظهر ما بينحكى معهم. ليه؟ لأنه بس يوعوا ويمشوا كذا بنزل الدم ما رجع. اوكي؟
تعبان، بحسوا مرات بنفخة بعد العشاء. ليه؟ لأنه ما بقى في دم يقوم بالهضم. منشان هيك يعني هو من الأمراض، وخاصة أمراض الدوالي بتجي عند الصغار بالعمر. يا ساتر. بتجي عند الصغار بالعمر ومتوسطي العمر، وأكيد مع العمر إذا ما تعالجت بوصل للتقرح، بيوصل للجلطات، ياما بتصير نفقد ناس من وراء جلطة الدوالي. منشان هيك هو من الأمراض اللي لازم نهتم فيها. وعلاجها سهل حاليا كثير. معك جهاز دكتور لو نتعرف عليه؟ هذا جهاز بسيط كثير، وهذا بدل على تقدم الطب. يعني بالاول كنا مع مريض السكر بدنا نعمل له السونار، وبعدنا بنساوي السونار وكذا. اليوم حاليا بس يجي المريض بنعالجه بهذا، ليك ما ابسطه هالجهاز. معالج ولا ما يعني يكتشف؟ لا بيكتشف يعني. بحدد لنا الحاله، وبحدد لنا اذا عم يوصل الأكسجين، هذا اسمه أكسيمات. طيب خلي أنت مكان دكتور، خلنا نعمل تست. هذا الآن الجهاز، وين كاميرتي عفوا؟ بلش يقرأ. بدي بشرني دكتور. هذا دغري بشرتك 100%. الله. الأكسجين 71 ضربة قلبك، رائع رياضي. وهذا شريانك عم يبين. الشريان شايفه؟ هذه الأرقام. أيوة هذه حطها على الشاشة. العكس العكس. ايوه اللي قدامك على هذا الكاميرا. انزين هذا الرقم الازرق شنو؟ الازرق الاكسجين، انه الاكسجين عندك 100%. هذا بنحطه مرات على اصبع القدم. انزين. وضربات قلبك 70، رائع. وهذا الشريان عم يبين، شايفه الشريان؟ ايوه هذا الشريان. هذا تخطيط. أيوة التخطيط بشكل ابسط بثواني. هيدي على طول بتخبرنا وضع المريض قبل ما نبلش بالعلاج. حلو. طيب والاكسجين؟ الاكسجين 100%. هلا اذا كان تحت ال 90 بيعطي احمر، ما بيصير يكون تحت 90. زين. والحين هو كم كم يعني؟ انت 100%. انت رائع. الله يجزاك خير، بس الله يكفينا شر اللي موجودين. الكنترول الكنترول اشتغلوا عليه، جزاكم الله خير. يعني قولوا ما شاء الله. لا 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 الله ما شاء الله ما شاء الله. يعطيك الصحه. يعني وجود الاجهزه والتقنيات الجديده كثير ساعدت ان الامراض تقدمت كثير يا اختي. يعني انا بس اتذكر انه من 20 سنه كيف كنا نشتغل، وكيف هلا يعني صار اهون، تقدم الطب. بدنا بس انه اهالينا المرضى يعني. انا مثلا اهتمامي بمرضى السكر، ليه؟ انا بحب المرضى السكر وبعاملهم احلى معامله، وهن بيشهدوا لي حرام. صح. انا والدي كان معه سكر وبتروه. لا اله. كنت بعدني تلميذ بكليه الطب بفرنسا، ما قادر اعمل شيء. صح. ما فيني اعمل شيء. عشتها يعني، عشنا المعاناه بالبيت يعني. واحد والده عشناها. صحيح. من شان هيك مرضى السكر بالنسبة لألي اهتمام خاص جدا. اهتمام خاص. المعاناة انعكست عندك إلى إنسانية فعلا أكثر مع وعدته للوالد أنه بدي أعمل الاختصاص بعلاج قدم السكر وجراحة الأوعية الدموية لحتى ما حدا يذوق هاللوعة. صحيح. الله أكبر. عشناها كنت صغير. صحيح. يعني كان بعد عمري 20-22 سنة، كنت بكلية الطب فرنسا، بس بعدني تلميذ ما قادر أعمل شيء. صحيح. صحيح. دكتور هذا بيرنا للسؤال الجميل، يمكن تحكيت أنا وياك تحت الهواء أن عندك صبر طويل جدا مع مريض السكري، خاصة بالقدم، أن أنت ما يعني تسعى إلى قطع والبتر إلا بعد طول العلاج توصل لآخر. 10 سنين بالكويت قسما عظما ما بترت حدا. الحمد لله. الحمد لله. ومرات بيكونوا في ناس انبتروا عند بعض الزملاء. صحيح. انه الزملاء مرات بيوصل لمرحله انه لازم يبتر، بس الصعوبه التئام الجرح. طيب شلون يعني بترنا التئام الجرح؟ بتعرف ليش بياخذ مرات سنه؟ صح. لان مريض وبساعدهم كثير على التئام الجرح. صحيح. والحمد لله الله عم بيكون معنا وساعدنا. المساعده اللي انت تتكلم عنها دكتور هي مساعده عمليه، فبالتالي عملية. التساؤل هو هي شنو الامور العمليه اللي تعملها كمساعده؟ يعني المريض بده يجي مرات كل يوم. يعني في عندك تنظيف للجرح، بدك تنظفه بس يكون في انسجه ميته، وكيف ونعلمهم كيف يحطوا يغيروا عليه. ومرات بنعمل خلايا جذعيه. صح. مرات بنستعمل السي او 2، اجهزه الاكسجين كلها هي بنستعملها. اذا هذا الامر عائد، انت المساعده محتاج ايضا انه المريض نفسه يساعد. صحيح. إذا اتخذ التعليمات واهتم في المواعيد والتواريخ، عفوا الزيارة وأيضا النظافة. صحيح. النظافة أهم شيء، نظافة واهتمام. طيب دكتور يعني الوقاية أمراض الأوعية الدموية، شلون تقدر تعطي نصائح وقائية أن الواحد يحافظ على نفسه؟ أهم شيء ينتبه ما يجرح حاله. ممنوع يلبس حذاء ضيق، ممنوع يمشي لفترة طويلة. صح.
اوكي قص الاظافر كلها هيدي يعني يبتعد كثير عن الاشياء البارد الحاره حاره أيوة وبيمشي الحال. هذه مجرد يعني نصائح وقائيه حتى يكون هو في مأمن وسيف سايد. طيب عمليه الدواء للحين اللي باتت سهله دكتور في الوقت الراهن هي يعني الترميم. أيه؟ ترميم الصمام اسرع شيء. طيب يعود بعد الترميم أبداً. خلص لانه بس يترمم ويرجع مثل ما كان بيرجع الانسان ما اشبه شيء. الحمد لله. الله يبارك فيك دكتور، نسألك التوفيق إن شاء الله كل المرضى الشفاء والعافية. أحبتنا كل الشكر لضيفنا بروفيسور الدكتور فارس أبو فخر الدين أخصائي جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري. شكرا لك دكتور.